وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذة ليلى البسام، أستاذة الأزياء والمنسوجات التقليدية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. مرحبا بك أستاذة ليلى في نشرة أخبار الثامنة. إذا بمناسبة يوم التأسيس نستذكر أمثلة للأزياء وكذلك الألبسة السعودية مثل المجنب للنساء والثوب المديل للرجال، فهل تحدثينا أكثر بخصوص هذه الأزياء؟ أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. مناسبة التأسيس مناسبة مهمة جدا على مملكتنا الحبيبة، ومن خلال هذه المناسبة نستطيع أن نستعرض تراثنا وثقافتنا التقليدية، ومن هذا التراث طبعا من أهم جوانبه الأزياء التي تشكل المظهر لمناطق المملكة المختلفة، وحيث أن كل منطقة تتميز بزيها التقليدي المميز لمواطنيها. نجد أن فيه تشابه وفيه اتحاد بين هذه الأزياء، يربطها بتاريخها العريق وبعادات وتقاليد المنطقة. نعم. من الرياض الأستاذة ليلى البسام، أستاذة الأزياء والمنسوجات التقليدية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.